أهلا وسهلا، وصفتنا اليوم حلاوة السميد بالقشطة. في قدر على نار متوسطة راح نضيف الحليب والسكر ونقلبهم على نار هادية لما يغلي عندنا الحليب، وفي قدر ثاني راح نذوب الزبدة ونحمر كمية بسيطة من الصنوبر ونضيف السميد ونفضل نقلب في السميد لما يتغير لونه ويصير أشقر على ذهبي. بعد كذا نضيف الحليب اللي غليناه بالتدريج ونفضل نقلب لما تنشف عندنا كل السوائل ونحصل على عجينة متماسكة بهذا الشكل. الحين راح نجهز الحشوة. في قدر على النار راح نحتاج حليب ونشا ودقيق وشوية فانيلا، نقلبهم على نار هادية لما يصير عندنا القوام متماسك. ننزل الخليط في زبدية على جنب ونخليها لما تبرد تماما. حبيت اني اضيف عليها قشطة المراعي علشان تعطينا قوام متماسك ونكهة ألذ، ونقلبهم مرة كويس. نجي للتشكيل. هنا عندي كوب غطيته بورق نايلون، طبعا ورق النايلون هنا مرة راح يساعدنا كثير بحيث اننا نقدر نطلع العجينة وما تلصق معانا. راح نشكلها بالطريقة هذه ونحشيها ونغطيها، وحاولوا انكم تضغطوا عليها مرة كويس عشان ما تتفكك، وندخلها الثلاجة الى وقت التقديم. حبيت نزينها بالقشطة وشوية فستق ورد، حقيقي من ألذ الحلويات اللي ممكن تجربوها. اذا جربتوها لا تنسوا تقولوا رأيكم فيها، وبالعافية عليكم.